في حمص قضى بواسل قواتنا على أعداد من أفراد المجموعات الإرهابية كانوا يتحصنون في حي الخالدية، وأحرزوا تقدما في ملاحقة ما تبقى من الإرهابيين في الحي للقضاء عليهم وإعادة الأمن والاستقرار إلى الحي. وفي مدينة القريتين في تدمر رصدت لنا كاميرا الأخبار بالأمس عودة الأمن والأمان إليها، واليوم ترصد لنا عودة الأهالي إلى منازلهم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. منين جاي؟ احنا جينا من الصواني. ايه. انتم منين؟ احنا من هون من القريتين. هلا ايه. جيتوا على القريتين بعد اعاده الامن والاستقرار؟ الحمد لله رب العالمين، كثر خير الجيش العربي السوري. والحمد لله عادوا الامن والامان، والحمد لله رب العالمين، كثر خيركم يا رب. والحمد لله رجعنا، والحمد لله ان شاء الله الوضع الامور بخير ان شاء الله يا رب. احنا عاطين فرحتنا لحد اللي رجعنا على بيوتنا، الله يحمي الجيش، واحنا بنحيي كل شيء من الجيش. والله احلى من هيك ما ظل، والامن رجع لبلادنا بعد ما هجرونا هالمسلحين وطلعونا من هالبلد من بيتنا. هلا بلد امن والعالم كلها رجعت على البلد، والله محيي الجيش. شو اللي دفعك هلا ترجع القريه؟ والله دفعني بعد ما شفت الجيش فات على البلد وطالع هالمسلحين وهالعالم السرسري من هالبلد، وهذا دفعنا انه نرجع على البلد. كل العالم رجعت، يعطيكم الف عافيه. الله يسلمك. احكي لنا هلا عن رجعتكم للقريه. والله بلشنا نرجع على البلد مثل كل الناس، الحمد لله الامن رجع على البلد وما ضل شيء، المسلحين كلهم طلعوا من القريتين، والجيش رجع الامن لهالبلد، وكل العالم بلشت ترجع. شو بتقولي للجيش العربي السوري؟ الله يعطيهم العافيه، الله يحميهم، الله ياخذ بايدهم. دخل الجيش في امن ولم يطلق فيه رصاصه ابدا، ودخل الجيش في ادب وفي اطمئنان وفي هدوء، إن كان من رجال الدولة أو كان من أهل القريتين، والحمد لله. ولا نزال القريتين في أمان وفي اطمئنان إلى هذه الساعة المباركة التي حصلنا على معرفة الأخ الذي يمسك التلفزيون ويسمع الصوت، ونحن والحمد لله بألف خير، ولا يوجد عندنا أي شيء من مشاكل أبدا أبدا أبدا. والله صارت الأمور جيدة، تحسن الوضع الأمني والحمد لله. الدير يستقبل الكثير من النازحين والمهجرين الذين اضطروا أن يتركوا بيوتهم وقراهم وأماكنهم خوفا من الحرب الدائرة في هذه البلد العزيز سوريا.